قد تكون ساعات الانتظار طويلة جداً بالنسبة لهؤلاء النسوة اللواتي يعرفن تماماً أن التأخر في الفحص الصحي لمرض سرطان الثدي سيكلفهن كثيراً. هنا وفي شعبة تعزيز الصحة بمحافظة البصرة يحاول الأطباء توعية النساء أكثر لمخاطر مرض سرطان الثدي الذي بات يهدد شريحة كبيرة منهن، لا سيما مع ازدياد التلوث بالمياه والهواء والغذاء بالبصرة أكثر من غيرها من محافظات العراق. بالبداية هم يجون كلش متخوفين من عند الجهاز، بس يعني بأسلوبنا بنعطيهم فد اطمئنانية، يعني نحاول نحكي وياهم. هواي هواي يجون خايفين، بس هم يطلعون مثل الزينين، يعني شلون مرتاحين. وتلاحظ المريضة بسرطان الثدي تورما وانتفاخا بالأنسجة تنتهي بالظهور ككتلة صلبة بارزة تحت الجلد، كذلك ثمة ورم قد يظهر تحت الإبطين أو كليهما، حيث يتعرف على المرض من خلال خضوع النساء اللواتي يتجاوزن 40 عاما لفحص بأشعة ماموغرام سنويا. أنا صار عندي آلام بصدري، وحسيت يعني من تحسستها حسيت إنه صارت عندي كتلة بصدري، فأنا أسابعة يعني عن هذا المركز بكثرة أسمع يعني الناس تجي له، فجيت له والحمد لله دزوني يعني على عدة فحوصات سويتها، منها يعني السحب ومنها الأجهزة الأشعة والسونار، والحمد لله والشكر هسه أتاني يعني التحاليل إنه تطلع، والحمد لله يعني كانوا متعاونين وياي بالمركز. الشهر تيجي عندنا في 3 حالات تطلع عندنا 4 حالات، شهر اكثر شهر اقل. يعني طبعا هي الامراض الثدي يعني 80% من امراض الثدي هي حميده، يعني مو كل امراض الثدي اللي تجي عند النساء هي تكون عندها حالات سرطانيه. بالنسبه للكشف المبكر يعني هو يعني اكثر من 80% اكثر يعني يؤدي للشفاء. وتبين السنوات الاخيره ان معدلات الاصابه بهذا المرض اخذه في الارتفاع، وخصوصا في بلد مثل العراق الذي تؤكد وزارة الصحة فيه أن نسبة الإصابة بمرض سرطان الثدي لدى النساء وصلت إلى نسبة 32% في عموم البلاد نتيجة الحروب والأسلحة الكيميائية والإشعاعية والتلوث، كما أن معظم المصابات راجعن المراكز المتخصصة في مراحل متأخرة من المرض.